حنوعدكم مشاهدينا مع ايت سمارت اليوم معي رندا فهد. موضوعنا اللقطين، ولكن مثل العاده خبريتها لرندا والمسابقه. صباح الخير. صباح النور ستيفاني، كيفك اليوم؟ كثير منيحه. بدنا نكمل اليوم حديثنا عن اللقطين، موسمه، واللقطين شغله منا غاليه وفينا نستفيد منها صحيا. حكينا عن قديش هي صحيه الاسبوع الماضي، صح. اليوم انا وعم حضر الاشياء اللي بدنا نحضرها بدنا نحكي على بذر اللقطين، فهيدي حلقتنا هيك رح تكون. اليوم بدي بلش ذكر المشاهدين انه في عنا رابح. كان عنا سؤال بيري لايت بيقول اي في فيتامين سي اكثر، هل هو الجزر او الشمندر؟ وجواب الصح هو الجزر. وعندنا بقوي النظر كمان، بقوي النظر وفي فيتامين سي وبيعقد. فعندنا بدور بريش هو الرابح، عندنا في يتصل على مطابخ بيري لايت من هلا لاسبوعين لياخذ اكلاته المخصصين له. الكومبيتيشن الجديده هي بتحكي عن اللقطين، فهون عم نحكي عن اللقطين او البطاطا الحلوه دائما، لانه الالوان فيها تكون عم تشبه بعضها. اي في بوتاسيوم اقل، فاذا اي في بوتاسيوم اقل، هل هو اللقطين او البطاطا الحلوه؟ مشاهدين بلشوا من هلا يجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او ار دي اف رندا دنيا فهد، او اكيد بيري لايت هيلث سنتر. دائما بحب اذكركم اذا بتحبوا تتابعوني على الانستا رندا دنيا فهد. لارجع اليوم لخبريتي، خبريتي لها علاقة بكيف هالأكل نحن عم نمزجه بالتغذية طبعا، ولكن هو كمان ممزوج ستيفاني بالبيئة وبالوضع الاجتماعي وبالانفايرمنت، يعني ضد التلوث كمان. فهولي دراسات عم ينعملوا عم ينقل لهم سستينبل نيوتريشن، يعني هالتغذيه اللي هي مش بس تغذيه للشخص، هي عم تفيد كل البيئه بالاجمال. ولنشوف اي من الرجيمات اللي نحن بننصح فيها بيساعد كل هالاشياء، يعني هو بيكون عم يساعد صحتنا، عم يساعدنا نفوت اقل على المستشفيات، عم يساعد هدر المي، عم يساعد كرمال التلوث مثل ما قلنا، عم يساعد ضد الغازز اللي بيطلعوا، وهدر الاكل كمان مضبوط من الجرين هاوسز، هدر الاكل الى اخره. فتقارن هون يعني الرجيم اللي هو في الجايد لاينز، بنقولها الامريكان جايد لاينز، اللي هو الرجيم اللي بنحكي عنه التراديشنال، يعني كيف فيه من كل شيء شوي، من كل شيء. قارنوا باكل الميديترينيان اللي هو نحن عندنا بالحقيقه عندنا زياده بالاشياء اللي فيها الياف مثل الخضار الفواكه والبقوليات، ولكن كمان موجود فيه اللحومات، السمك، الدجاج الى اخره. واخيرا قارنوهم بالفيجيتيريان دايت، وير ذا فيجيتيريان دايت هو الدايت اللي بيركز على انه الشخص ما ياكل لحمه كل شيء له علاقه باللحمه، ولكن بالفيجيتيريان دايت بيعتمد على الخضره، الفواكه، البقوليات، الزيوت، بس كمان في بيض وكمان في مشتقات الحليب. وتبين هون اللي ربح فيهم هولي بالسستينبل نيوتريشن، الاشياء اللي نحن حكينا عنها، هو الفيجيتيريان دايت. وبالفيجيتيريان دايت كان في كمان مش بس تركيز على الخضره، هون بالدراسه لفتوا النظر على البيض بعلاقته بالسستينبل نيوتريشن كمان. فتناول المأكولات اللي بتعتمد ابتعادا عن اللحمه وتناول مثل ما قلنا الخضار، البيض والديري، يعني الحليب ومشتقاته، ساعد بالاجمال كل مش بس صحتنا مثل ما قلنا، بيئيا ساعد كل الاشخاص يكونوا عم يقدروا ياخذون بتكلفه ارخص، يكونوا عم ياكلوهم كمان، ساعد بنسبه كثير كثير عاليه، وهون الارقام بتبين ساعد بنسبه 42% اكثر من الرجيمات الثانيه. حلو. ما بعرف لفتت لي نظري هالدراسه، وحبيت انه المشاهدين كمان يكونوا عم يشتركوا معنا فيها، ومثل كانه تخفيف الضغط على اللحمه، عم نحس انه اكثر واكثر نحن ماشيين فيه. مزبوط، هو احسن، هذا الترند صار هلا ترند، خاصه اللحمه الحمراء، ومش بس صحيا، فكنا عم نحكي قديش هو صحيا احسن، ما نكون دائما نركز عليه، بس كمان عم نشوف قديش احسن للبيئه كمان. حلو. لا ارجع لموضوعنا مضيعي، عندي اشياء كثير كثير طيبه اليوم، فرح بلش بكيف بدنا نحن نطبخها حتى يكون اذا عندنا وقتنا نرجع نحكي على بذر اللقطين اللي هو كثير كثير مهم مثل ما المشاهدين رح يشوفوا اليوم. اول شيء نحكي عن اللقطين، ما في ما اجيب سيره الشوربه، يعني شوربه اللقطين انه من الاشياء اللي هي اساسيات، ومنيح كثير انه نحن نكون مش بس عم نطبخها وعم ناكلها لنشوف هلا قديش هي صحيه. بهالشوربه عم
نطلع على المقادير كتير هينين. أول شيء عندي كباية من اللقطين اللي هو علمنا هديك الأسبوع كيف نحن عم نكون عم نحطها بالفرن ونكون عم نستويها لللقطين وبعدين نحن عم نطحنها. كباية لقطين عم تشوفي فيها طعمة شوي حلوة، حطيت فيها نص كباية من التفاح، تفاحة مقشرتها مقصقصتها صغير. طبعا عندي دايما ملح وبهار. هون في عندي بصلة صغيرة مثل ما رح تشوفون، أنا بخلي البصل والثوم مسكر حتى الريحة ما تطلع علينا. عندي بصلة صغيرة، عندي حص ثوم واحد، عندي ملعقة زيت صغيرة، عندي ملعقة حامض كبيرة، وطبعا عندنا صويا، حليب الصويا نص كوب، وعندي كوب ونص من المي. هلا نحن رح نبلش بملعقة زيت الزيتون، نكون عم نحط البصل والثوم ونكون عم نهوسهم فيها. زيت الزيتون فينا نعمل هالطريقة، فيه مهم ما يدخن وبيكون كتير كتير صحي. بعد ما نحن شوي حمرناهم رح نحط اللقطين والتفاح ونكون عم نحط معهم البهار والملح، بس بهار وملح حطينا معهم. هلا هون بعد ما هن كمان استووا اكثر جانا زدنا فوقهم المي، زدنا الصويا ميلك النص كوب وزدنا الحامض، وهول كلهم حطيناهم على النار ليستووا ليغلوا. اذا نحن ما بدنا نكون عم نحس بطعمه التفاحه مثل ما هي رح نحطهم ورقنا بلندر بالبلندر ونكون عم نجمعهم كلهم سوا. ما بحط ابدا ابدا هون انا كريم فريش، حاطه الحليب، وهون عملتها 100% فيجن. مشان هيك ما حطيت الحليب العادي. طبعا الاشخاص اللي بحطوا حليب عادي، حليب لاكتوز فري، حليب ألمند، بس انا اخترت حليب الصويا. فبنحطها وبتشوفوا قديش حتى هي مع هيك تطلع بالسماكة اللي نحن شايفينها. كم كالوري الحصة؟ اوكي، وانا هون يلا هلا رح اقول دايما رح نكون عم نزينها باللوز، مشان هيك جايبه اللوزات لتكون عم تتزين فيهم. رح احط كم حبة لوز هون. هون الكباية في بس 102 وحدات حرارية، فإذا بالكوب الواحد اللي هو 200 ملي في 102 وحدات حرارية اللي هي السوب اللي هي فيها تتاخد بدال السلد. اليوم نهار قررنا ناكل سلد، نهار قررنا ناخد سوب، فينا ناخدها عشية، فينا ناخدها عشية كمان إذا ما بدنا نتقيل. مليون بالمية. هون المهم فيها انه فيها 2.53 جرام من الالياف وفيها 4 جرامات من البروتينات، فاذا سوب مهضومة خفيفة هين كتير انه نعملها وما فيها كتير وحدات حرارية، بالعكس فيها كتير مواد غذائية. رح انتقل للأكلة التانية اللي هي اليوم بدنا نحكي على البرجر. What's interesting هو البرجر اللي بدنا نعمله هو برجر البابكن أما اللاتين. مثل ما عم تشوفي هون ستيفاني عم نطلع في عنا شوي ingredients زيادة لأنه نحنا بدنا نجمعهم لنعمل هالبرجر. أول شيء عم نشوف ملعقة كبيرة من بزر الكتان، إن شاء الله يكون عم يبينوا إذا شيء بيعرفوا شو بزر الكتان. صار عندهم ببيوتهم كمان 100%. بزر الكتان بدي استعمله، ما بعرف اذا بتعرفوا، اوقات كتير وقت نعمل فيجي برجر او وقت نعمل برجر عادية الاشخاص بيسمكوها بالبيض. صح، فانا هون حتى ما حط بيض حطيت بزر الكتان. فاول شيء عملته هو ملعقة من كبيرة من بزر الكتان، ومشان هيك رح نشوف في مي هون، فاذا هو مع 3 ملاعق مي حطيتهم مع بعضهم. مش مطحونين، مش مطحونين، فيهم يكونوا مطحونين كمان اكثر بجمدوا البامبكن، وهول رح حطهم على جنب، حطهم بالبراد. برجع بعدين شو رح يكون عندي؟ رح يكون عندي الفاصوليا المستويه اكيد، فعندي كوب من الفاصوليا، هيدي الفاصوليا الزهر او الفاصوليا الحمراء، في عندي اكيد كوب من اللقطين هون، في عندي الثوم حصه واحد شقفه من الثوم، وعندي كمان 3 ملاعق من البصل المقطع، فإذا مقطعة بصل 3 ملاعق يعني بيطلعوا بصلة صغيرة تقريبا. أكيد في عندي بابريكا بنشوفها هون اللون الأحمر، الملح والبهار على الدواء، وعندي ملعقة زيت صغيرة، فينا نستعمل زيت الكانولا، فينا نستعمل زيت الزيتون مثل ما دايما بقول، وعندي كوب ونص من الشوفان إذا شايفينه كمان. فيها ingredients هون هلا بنشوف كيف بدنا نعملها. هيدي البن اللي نحنا موجودة عنا.
في عندي جواكامولي، اذا بدنا نطلع رح نشوف بعد شوي كيف انا حطيت له الجواكامولي هون مع الماسترد صوص بدل الكاتشب وال 100%. فالماسترد صوص هي 4 ملاعق يا حي. الماسترد هو 4 ملاعق من الماسترد، وحاطين له ملعقة بس هون من الحامض. فاذا 4 ملاعق ماسترد، ملعقة حامض، خلطناهم طلعت الماسترد صوص، حطيناها على جنب لارجع هينا. نص افوكادو، وحطين معه ملعقتين من الحامض، وحطين معه ملعقتين من البندورة المقطعة. صار عنا الجواكامولي، خلصت هون. هلا بدي ارجع للانجريدينتس انا. فاذا رح يكون معي هون الشوفان، اوكي، وحط معه الفاصوليا، حاطين معهم البابريكا، وحاطين معهم الملح والبهار، حاطين البامبكن، الثوم والبصل. والبصل اللي هن بيكون ثوم والبصل اول شيء، هوسناهم مثل ما قلنا مثل هوليك مع بعضهم بالزيوت، بنرجع بنمزجهم كلهم مع بعض. هلا فينا نكون عم نطحنهم لانه بدنا نطحن الفاصوليا، وفينا الفاصوليا اذا كانت كثير مستويه نعملها بالشوكه حتى ما نجيب ونقعد نطحنهم، فبالشوكه بنكون عم نعملهم. هيك رجعنا حطينا البصل والثوم مع الفاصوليا ومع البابريكا، بنحطهم بالفرن. هلا بعد ما مسكناهم ستيف، ما بدنا ننسى بذر الكتان. شو عملنا فيه وقت حطيناه نحن بالبراد؟ هو رفخ شوي وصار بده يستعمل بدل البيض، رجعنا حطيناهم معهم. وهيدي هي بتكون كيف عملنا اكلتنا نحن. بعدين بنرجع نعملهم بولات، بعد ما نعملهم بولات بنرجع بنطبصهم. هلا في حطهم بالفرن، الكل المقادير اللي قلتهم رح يعملوا 4 شقف 4 باتيز، وفي حطهم على المقلي يعني، واكون عم بشويهم على المقلي. أوكي. بعد ما شويتهم على المقلي رح يطلع هون الباتي اللي انتم شايفينها كمان، حلو نكون عم نطلع عليها. اوكي، وهيدي الباتي انا حطيت لكن روكا من تحت، حطيت البامبكن باتي، وعملت كمان الجواكامولي والماسترد مثل ما شفنا من شوي، وحطيتهم بقلب البان. اوكي، هلا لكن صار عندنا الهامبرجر. هلا صار عندنا هامبرجر. هيدي الهامبرجر هي مع خبزتها مع الصوص تبعولا، يعني كلها سوا كاملة فيها 372 وحدة حرارية، اللي هو بيعني انه الوحدات الحرارية تبعولا منا ابدا كثير كبيرة. الوحدات الحرارية هن كأكلة كثير أكلة لذيذة وخفيفة، فيها 13.43 جرام من البروتينات، وبتحتوي على 14 جرام من الألياف. فإذا it's a complete meal اللي هي vegan، اللي هي مغذية، اللي هي فيها بروتينات فيها ألياف، بتاخد العقل. Very good. لكن فينا نحكي عن بذر اللقطين دقيقة؟ هلا بذر اللقطين حرام حرام نكون عم نحكي بدقيقة. فإذا بدك إنه أنا بهمني ببذر اللقطين، بس أذكر شغلة مهمة اليوم، إنه بذر اللقطين تبين بالأبحاث إنه إذا الشخص أخذ الإمرأة 10 جرامات من بذر اللقطين، هو بتذكر إنه 4 ملاعق بذر اللقطين كبار هن 28 جرام. أوكي. فإذا أخذت 10 جرامات يوميا من بذر اللقطين، هذا في يكون من الأسباب اللي بتحمي من أمراض سرطان الثدي، لأنه بيحتوي على الليجنانز. في أكثر بكثير فوائد ببذر اللقطين، لكن ناطرين منك حلقة. أوكي. عن بذر اللقطين على الأكيد. Thank you رندا، have a nice day. مشاهدينا وقفة من تابع العالم.